ما هي أرض الكنانة؟ كان لمصر عبر التاريخ مكانة ودورا رياديا، فقد حكم الفراعنة هذه البلاد لآلاف السنين، وعلى الرغم من فساد معتقداتهم وشركهم إلا أنهم كانوا يملكون حضارة عظيمة، فقد بنوا الأهرامات التي ظل سر بنائها لغزا حيا للعلماء والباحثين إلى وقتنا الحاضر. وكذلك ابتكر الفراعنة أسلوبا لتحنيط الموتى بحيث يتمكنون من حفظ أجسادهم بعد الممات. وقد اغتر الفرعون بقوته وجبروته وظن أنه لن يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، فعندما أتاه نبي الله موسى بالآيات والمعجزات تصديقا لرسالته أبى فرعون الإيمان بالله وجحد آياته واستكبر استكبارا عظيما. وكان اغتراره بزعم أنه يملك زمام حكم مصر وأن الأنهار تجري من تحته، فقد ادعى الألوهية وكفر بالله، فكان عاقبته أن أغرقه الله وجنده في اليم، فكان عبرة للظالمين المستكبرين إلى يوم القيامة. وقيل في سبب تسمية أرض مصر بأرض الكنانة لسببين، أولها نسبة إلى المخزن الذي يوضع فيه السلاح أو السيف، وقيل أيضا بسبب أنها أرض النيل. وقد سيطر الرومان على أرض مصر فترة من الزمن قبل أن يدخل الإسلام فاتحا لها ومحررا، فقد كان الرومان يعاملون أهلها معاملة سيئة بسبب اختلاف ديانة الرومان عن ديانة أهل مصر، فقد كان أهل مصر أقباطا مسيحيين، وكان الرومان وثنيين، وكذلك كان الرومان يعتبرون مصر مخزن غلال للقمح لهم، فهي تشكل لهم موردا اقتصاديا هاما. فحاول المسلمون في بداية الأمر إرسال رسائل إلى حكام مصر، بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسل رسالة إلى المقوقس حاكم مصر، فرد المقوقس ردا حسنا وبعث بهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تنبأ النبي الكريم بفتح مصر وأمر بأن يستوصي بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. فأم إسماعيل هي هاجر التي هي من مصر، تزوجها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك تسرى نبي الله بماريا القبطية التي أهداها له المقوقس، فكان ذلك هو الذمة والرحم، فلا يخفى فضل مصر ومكانتها على أحد.